احنا عندنا الجزء مطور، بس بنضطر ان احنا في اوقات كتير بيبقى اشجار متداخله مع بعض، وبتبقى في برنامج اسمه برنامج تأليم وعمليه تربيه للعود او للشجره. بنبتدي نتحرك مع الجهات المعنيه ونبتدي نعمل شكل لجنه ونبتدي نقلم التأليم بتاعنا العادي، انما قطع اشجار استحاله، ما بيحصلش ان بيحصل ازاله الشجره من جذرها ابدا. اللي بيتم في المرحله اللي لسه بنطورها نفس الشيء، المرحله داخله تطوير بعد العيد ان شاء الله، فبنضطر ان احنا نربي العود او نربي الشجر اللي موجود ونربي النباتات اللي موجوده بطريقه علميه وسليمه تحفظ توازن العود وتخليه عمره يبقى اطول. حضرتك الميرلاند ما فيهاش اي قطع للاشجار، بل كل اللي حصل فيها ان هو تأليم وتهذيب للاشجار. عينا المكان لقينا عملت تهذيب بس للاشجار، سواء لان في افرع كانت قديمه وهتقع هم قصوها، او افرع مريضه فتقصت، هو تقليم، عمليه تقليم وتهذيب وليس قطع الاشجار، وده بيحصل عادي. انا كل فتره باجي على طول، ما عمري شفت مره الشجر بيتقطع، لا بشوفهم بيقلموا الشجر في فترات معينه، ما بيكون الشجر زاد حجمه كتير تمام، وممكن يقع في اشجار بتبقى غصونها صغيره وممكن تقع علينا تعورنا، فهم بيقلموها يخلوها شكلها حلو بس من بعيد تمام، انما كقطع قطع وان الصوره الشجره تتجاب من جدرها لا خالص ما بيحصلش. نيجي هنا على طول الحديقه بسم الله ما شاء الله، بعد التطوير ما شفناش قطع شجر هنا غير وقت بتاع التعليم تقريبا، وده اصلا مفيد عامه لينا. الحديقه هنا متطوره بشكل واضح على طول.